والله الاسعار بالنسبه للاسعار فيها الغلاء شويه هيك مواطن وقله السيوله الواحد هذا تاثر فيه البضاعه تعتبر متوفره كلها هيك الاسعار فيها غلاء شويه هيك اسعار رأي كل يوم كيف ما تشبح فيها كل يوم في الزياده والله شو بنقول لك جاي على الناس المتمالحه الله غالب والباقي والله ما عندنا حاجه راه طب معقوله نص كيلو باميه بخمسه الا ربع بكيف الناس اللي ما عندهاش كيف والمرتب هاي يفرج ربي نقول بالخمسة بالستة شهور ما نخلصوش شنو هو الرأي ما فيش كل يوم في الزيادة كم يفرج ربي إن شاء الله اي والله إن شاء الله وفق لي بيه وخلاص الاسعار شين تشبع فيها بالله لك هذا توب 3 الا ربع كنا فرحنا قالوا بينزل ونزل الشاي والسكر السكر ب 3 الا ربع بالله لك ما يجيش حتى كيلو اقل من كيلو يقول لك كيلو تجي الطماطم تلقاها حتى قالوا صدور من قبل في رمضان ب 14 و14 ونص و13 ولا ب 35 الصندوق 33 و34 ما فيش ما ردش الشاي بالله لك فرحنا به كيف نزل قالوا زوز ونص وزوز واحد بربع كيلو ولا ب 7 جنيه 28 جنيه الكيلو يعتبر اشكال الدقيق كذلك قد ما نار نزلوا كل شيء ولا قاعد ب 50 و 45 و 40 دينار معناها 40 تعتبر معقوله باهيه نفسه مضايق ما لقيتش والله ما لقيت حق الطن ب 3 ونص زود تشوفها و 4 جنيه وب 3 دينار هذه معناها 3 جنيه هذه قبل كنا كانت بجنيه وربع بجنيه ونص لكن ما فيش حاجه معقوله تخش السوق تدور وتطلب المكروه نفسها الكيلو بجنيه ب 3 ونص سيوله ولا ما عاد عرفنا ولا الدولار ولا الجنيه احنا نباها زي اللي قدام نقول كل يوم خير من يوم كل يوم اسوء من يوم والله يدور دور 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 تمشي لنفس وما نلومش على صاحب المحل انا ما فهمتش اني حتى في الصامبه نفس الكلام هو احرف مني هنا انا هذا الكلام شني في ناس مختصه بالدواء هذه مفروض ما نلومش على صاحب المحل هاي لو كلم فيك تو كنت في الصامبه تو قلنا بيك انا نفس الكلام نفس والله نفس نفس انا يا نفس والله ما يكذب عليك واحد كنت في غالي تو شكرت دقيق ال 25 25 دينار نفس الكلام معناها شنو تبي اكثر من ماذا وين تمشي المصرف تو برا يعطوك 200 دينار ولا 300 دينار معناها مشكله سيوله مشكله حكومه والله كل شيء متوفر وفيه بالنسبه للسلع زي ما عارفين الشعب اللي فيه اللي متناول الجميع وفيه اللي زايد اسعارها شويه وانا في قله تو في معناها في مده الشهرين اللي فاتوا تسفال البضاعة زايدة شوي يعني وإن شاء الله معناها نكونوا يعني كل البضايع فيها ارتفاع ولا بضايع لا البعض منها في ارتفاع والبعض منها فيه اللي أسوامها متناول الجميع وأسعارها كويسة وفيه اللي معناها قلة السيولة وقلة الكذا ما يقدرش معناها يوفر خلينا نسوي هيك وبعد صورتها عادي.
راد علينا بس.